يعني مستعمرة بريطانية وكانت تتبع عمليا للهند، ولذلك حشد نقاشي غير مسبوق جمع مدراء البنوك ومسؤولين ماليين وأكاديميين ورجال أعمال بدواعي التحول المفصلي في تاريخ النظام الصرفي، وهو قرار التعويم الحر للعملة الصادر من قبل البنك المركزي في منتصف أغسطس المنصرم، وهو قرار أتى بعد تدهور مضطرد للعملة المحلية وللوضع الاقتصادي جراء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات. قرار التعويم العملة هو حقيقة العملة قدم معومة، يعني من فترة، من خاصة بعد ما رفع سعر الدولار من 215 إلى 250 إلى فالقرار جاء بس ليعطي الطابع القانوني فقط، لا أقل ولا أكثر. نحن هنا تقريباً ندافع، يعني كثير من الغرب يدافعون عن المستهلكين، لكن نحن لا ندافع عن المستهلك، أنا هنا أدافع عن المنتج وأدافع عن الجهاز المصرفي. الدعوة للحلقة النقاشية العلمية أتت من قبل البنك الأهلي، واستضافتها أروقة جامعة عدن، ولهذه الثنائية الإدارية العملية من جهة والأكاديمية العلمية من جهة أخرى دلالات تضمنها الجدل المحتدم حول صوابية القرار وآثاره المستقبلية على الجهاز المصرفي للبلد. الشروط والقواعد هي أهمها أنه يكون المناخ السياسي ثابت، وهذا مش متوفر، وبالتالي إزاء هذا الوضع المضعضع ما ممكن إنه ينجح التعويم، ولا بيكون القرار صائب ما لم تتوفر هذه الشروط لها. باشمهندس لو سمحت الله يحفظك، علشان إدارات البنوك دافعت عن القرار الضرورة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بالمقابل قدمت الأوراق العلمية تشخيصا قيما لجذور المشكلة، وبينت احتمالات مفتوحة إزاء نجاح النظام الجديد بشروط على الحكومة توفيرها كزيادة الإنتاج المحلي وضبط التحصيل الضريبي. شوف استنفذت الأرصدة الخارجية في الخارج، وأنه أصبح البنك المركزي ما يقدر يتدخل. في النهاية إذا كان القرار هذا يدعمنا ويجيب لنا المساعدات ويخلي الموارد توصل لعندنا، فلا مانع منها. في النهاية البنك المركزي ما غير أي شيء. وتظل إدارة نظام الصرف من أعقد المسائل الاقتصادية، خصوصا في ظل الحروب، ويستخلص من هذا الجدل أن نظام التعويم لا يمتلك فرص نجاح قريبة، وإنما سيمتد لسنوات قادمة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.